أحبابي الكرام، لازلنا مع الأسس الفكرية لفقه الاختلاف، ومع الأساس الثالث وهو التركيز على المحكمات لا على المتشابهات، ونحن نطرح الموضوع الثالث الذي تشابهت فيه أفهام كثير من المسلمين، وهو موضوع زيارة القبور. ونحن نتناول هذا الموضوع انطلاقاً من الأصل الأول، وهو أن زيارة القبور سنة مستحبة، المقصود منها تحقيق مقاصد شرعية، والمقاصد الشرعية ذكرناها في الجمعة الأولى الماضية وهي أربعة. إنما يقصد بزيارة القبور أولاً الزهد في الدنيا، زوروها فإنها تزهد في الدنيا، أي تعطي الإنسان حقيقة الدنيا، لأن الذي يفكر أنه سيرحل من هذا من هذه الدنيا من متعها إلى تراب ليستقر في التراب ولا يأخذ من الدنيا أي شيء، فيترك المال ويترك الجاه ويترك كل ما يتنافس حوله الناس ويتقاتلون حوله، يتقاتلون حول الكراسي في الانتخابات، يتقاتلون في لبنان في كل مكان حول السلطة، يتقاتلون عن أمور في الدنيا، لأن موازين الدنيا التي يحكم بها هي ليست موازين الآخرة، فالناس يحكمون في الدنيا انطلاقا من موازين الأرض، ما تملك، ما رصيدك، ما نسبك، ما سلسلتك، ما وظيفتك، ما عملك، ما قوتك، ما جسمك، صورتك، إن هذا كله سيزول بالموت. إن أعجبتك صورتك فالموت أول ما يذهب منك هو هذا الرونق والجمال الذي أودعه الله في الجسد بسبب الروح، فبمجرد أن تخرج الروح كل الناس يفرون منك، وأحب الناس إليك يود لو أنه انفض بسرعة من دفنك، فأحب الناس إليك وأكثرهم حبا لك يسارع في أن يضعك تحت التراب. هذا جمال. عمر بن عبد العزيز يقول هذه العين التي ربما قد تفتن كثيرا من الناس هي أول ما يسيل على الخد إذا مات الإنسان، يسيل هذا الوجه الذي قد يغتر به كثير من الناس، وجه المرأة الفاتنة التي تريد أن تفتن الناس بجمالها سيخرج منه الدود، سيصبح والعياذ بالله طعاما للدود. الدود، حشرات الأرض، كرسيك، سلطتك التي يتنافس الناس حولها، إذا مت كولونيل، جنرال، ملك يقال له جنازة رجل، فتسلب منه كل الألقاب الدنيوية التي حاولوا أن يلبسوها هذا الإنسان، قائد، زعيم، ملك، شيخ، علامة، فهامة، وحيد عصره، فإذا بالألقاب تسلب منه كما يسلب الرجل اللباس إذا أراد أن يرتاح. هذه الدنيا، أنت حينما تذهب إلى القبر أنت ترى حقيقة ما يتقاتل عليه الناس في الدنيا، يتفخر الناس بالأنساب والأموال وبالمتع والسيارات والعمارات، لكنك إذا ذهبت إلى القبر ما رأيت أحدا نقل ذلك إلى قبره. هل رأيتم أحدا حينما أخرج من بيته جثة هامدة فأتبعوه بشياهه وغنمه وخيله وقصوره وأرصدته ونياشينه التي كانت تزين صدره؟ لا والله، لم يخرج إلا بخرقة. إذن فالمقصد من زيارة القبر هي أن تصل إلى حقيقة معنى الدنيا، وسميت الدنيا هابطة ولا يتنافس فيها إلا الهابطون وذوي الهمم الدنية
أما الآخرة أما الآخرة أما الباقية فيتنافس فيها أصحاب الهمم العالية، أصحاب الهمم السابقة، الذين يحبون الخلود، الذين يحبون النعيم الباقي. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: رأيت الموت أفسد على الناس نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت فيه. سجلوا هذا الكلام بمداد من ذهب للعارفين، للعلماء، لمن عرفوا حقيقة هذه الدنيا. رأيت الموت أفسد على الناس نعيمهم. الناس كيكونون عام سيدي مستعدين باش يديروا الفرح والعرس، ويجي الموت وتدي له ولده، يمشي العرس ويمشي الفرح، حتى نعيمهم أفسده موت قريب. يفاجئك الموت في أعز يوم عندك. احنا واحد الدعاء كيدعو الناس يقول له الله يجيبها لك في خيار يمك، خيار يمك يا أيام السعادة. إلا بغيت واحد تكرهو تقول الله يجعل حتى ذاك النهار اللي تكون غادي تفرح ويجيبها لك سيدي ربي، يجيب لك واحد الضربة كبيرة ويفلس لك كل شيء. رأيت الموت قد أفسد نعيم الناس. أنتم يا أصحاب العقول اطلبوا نعيما لا موت فيه. وما هو النعيم الذي لا موت فيه ولا حول ولا زوال؟ من هو النعيم؟ الآخرة. كيف تطلب هذا النعيم؟ ما عندك عقل ليطلب النعيم وهو مهدد من كل جهة بمخاطر. نعيم حتى ولو تحقق لك فهو نعيم زائل، نعيم قليل. قل متاع الدنيا قليل، قليل، قليل جدا. إذا فاطلب نعيما لا موت فيه، والنعيم الذي لا موت فيه لا تحول عنه ولا يزول عنه، أي لا يفارقك ولا تفارقه. لأنه يمكن أن تفارق أنت النعيم، النعيم يبقى في الدنيا، يبقى العرس بتاع ولدك وانت تموت ويديروا العرس مورك. يقول له بابا أنا مات واش نبقاو حزنين ولا أندير العرس ويجيب. فأنت فارقت النعيم، أو قد يفارقك النعيم هو، فتكون أنت باقي وفي صحتك وسيد ربي يدير لك السبب باش ما يقدرش النعيم، يولي النعيم ينقلب إلى جحيم وأنت حي. فالنعيم إما أن يفارقك وإما أن تفارقه، هذا هو ديدن نعيم الدنيا. أما نعيم الآخرة لا يبغون عنها حولا، لا يتحولون عنه ولا يتحول عنهم. النعيم لا يفارقهم وهم لا يفارقون النعيم. الله، شفتوا فين مشات زيارة القبور؟ نقصد فين مشات. وانظروا نحن كيف تحولت زيارة القبور. أصبح الإنسان إذا أراد أن يذكر الدنيا فليزور القبر. في القبور فما فين يتبع الخبز، في القبور فما فين يطلبوا الناس، القبور فما فين يتبع القرآن، القبور فما ولات الناس تزني في القبور، ولات الناس تشرب الخمر في القبور. يمشوا حتى المكان الذي يتعظ فيه، من الواجب أن يتعظ فيه، فإذا بالمقابر عياذا بالله أصبحت أوكارا لبيع المخدرات والأقراص الهلوسة ولفعل وارتكاب كل المحظورات. يحدثني بعض من انتصب لخدمة أموات المسلمين في المقابر أنه رأى العجب العجاب من المسلمين في المقابر. كيجيو يكريو الفاس اللي حفروا به بخمسين ألف فرنك لليلة. قال لك يجيو يكريو عليا يعطيوني خمسين ألف باش يبيت عندهم الفاس اللي حفروا به القبور ليلة. ومنين نقول لهم علاش؟ لأن ذوك الناس اللي كانوا في القبرة في الأول كانوا يكريو. إذا حساب لهم أن الإدارة الحالية نتاع المقبرة هي امتداد للإدارة السابقة التي كانت تتاجر في الأموات. خمسين ألف لليلة وغير طلب اللي بغيت، لأن قال لك الفاس اللي حفروا به القبور النساء عندهم فيه الحكمة يا سيدي يديروا به ذاك الشيء. كيقول لهم الجزان ولا السحاري إذا بغيتوا القضية نتاعكم تنقضى جيبوا لي الفاس اللي تحفر به المقبرة. قال لي اللي في المقبرة تجي عنده المرأة الحاجة وتقول له نعطيك بشحال ما غير اسمح لي في هذه الليلة نغسل ونقلع، نغسل فوق القبر نتاع راجلي باش ينقلع عليا التابعة. يعني انظر والعيا كيف تحولت مقابر المسلمين. كل الأمم إلا وتحترم مقابرها. اليهود هنا يا هنا
هنا عندنا انا واحد النصارى، عندنا واحد القبره في وجدان تاع النصارى، جا واحد السيد تما كان يبيع الخمر، ناضوا المسلمين داروا عارضه يشكيو باللي يبيع الخمر، شكون داها فيه؟ المسلمين شكاو للسلطات بمدينه وجده لكي تقوم السلطات بزجر هذا الذي يبيع شيئا غير قانوني، شكون داها فيه؟ جا النصراني وجا صار القبره نتاعو فيها شي حاجه ماشي حتى لتما، اتعرف شي ولا؟ انا قلبت وجدان قلبت على المقبره نتاع النصارى، اجراو مور ذاك السيد اللي يبيع الخمر، وجراو كاع مور الكنوشارات اللي حد المقبره، وجراو وكاين العسل، الله يجيب النصارى اللي دايرين بحال هكذا، إذا كانوا النصارى بسببهم باش يمشي الخمر ويمشيوا الخرقوبي، الله يجيب هذا النصارى. أما المسلمين شكي ولا قس؟ بصح لما كان الأمر يتعلق برفات أموات النصارى في بلادنا والاعتداء على حرمتهم فقامت قيامة البلاد ولم تقعد. جات الأوامر من فوق ماشي من وجدة، تعدت وجدة. بقبرة نتاع يهودي ولا نتاع نصراني في بلادنا مصانة، ويا ويل من يعتدي عليها. قبور المسلمين في أوروبا ذهبوا في فرنسا فجعلوا عياذا بالله تلك القبور عبرة للعنصرية، فإذا بهم يضعون تلك العلامات الاستفزازية، العلامات العنصرية لمن قاتل بجانب فرنسا للدفاع على استقلال فرنسا. مئات المقابر دنست، من الذي يتحدث عنها؟ احنا المقابر نتاع العريانة يلعبوا عليها الكلاب، وحنا عندنا نعرفوا اللي حرمة الميت، حرمة الميت كحرمة الحي، وكسر عظم الميت ككسره حيا. فالمول الله لما كرم بني آدم فقد كرمه حيا وميتا، ومن تكريم الله تعالى لابن آدم أن واراه التراب حتى لا يتعرض للتعفن أمام الناس. ولما عجز قابيل الذي قتل هابيل وظل يحمل جسده نادما على فعلته، بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فمن إكرام الله تعالى أن يوارى سوءة المسلم، ثم أن يعرف لهذا المسلم حرمته. واش احنا في المقابر والعياذ بالله الناس تقصر المقابر تبيع المخدرات؟ لو أنكم سمعتم لهؤلاء الذين يسهرون على إدارة شؤون المقابر لسمعتم عجبا ولاطلعتم على أحوال المسلمين. مصيبة. إذن هذا هو المقصد الأول. المقصد الأول هو واسمه هو أن تزهد، أن تعرف حقيقة الدنيا، الألقاب التي يتنافس فيها الناس، المناصب. هذا هو المقصد الأول. إلا يتحقق الروح، ما يتحققش اجلس. إلا يتحقق لنا شيء نروح. المقصد الثاني كما ورد في الأحاديث التي يرام تحقيقه من وراء زيارة المقابر، وهي يعني زوج، الواحدة إلى جانب الأخرى، وهي ذكر الموت، أي يذكرك بالموت بالفناء، فهو يذكرك به. أنت إذا وقفت على مقبرة أول شيء تذكره إذا دخل أنك تذكر حقيقة تتابع كل إنسان وتطارده وستلحقه، وهي الموت. يدرككم الموت ولو كنتم في بر المشيدة. أنت لأنه من يجي المسائل ديال الخير وديال العمل تاع ربي دائما تتذرع وتقول الوقت ما كاش، الوقت ما كاش، علاش ما تصليش؟ الوقت ما كاش، شغلتني كذا، علاش ما ديرش الخير؟ الوقت ما كاش، علاش ما تزورش الوالدين؟ الوقت ما كانش، علاش ما تصلش الرحم؟ الوقت ما كانش، علاش ما تأديش الحقوق نتاع الناس؟ الوقت ما كانش. الله أكبر. إيوا، وشحال غادي يبقى لك هالوقت؟ هؤلاء الذين يسكنون في هذه الديار ورحلوا من هذه الدار ظرفا، هل أتموا واجباتهم؟ لو سألتهم جميعا هل فيكم من لم ينتقل إلى هذه الدار حتى أنهى جميع أعماله؟ والله لن تجد أحدا أبدا قد أنهى أعماله. كم من إنسان بنى البيت وفي اليوم الذي نوى أن يرحل إلى بيته
تركت البيت كما بناها ورحل إلى الدار الأخرى. وكم من إنسان عول على أن يزوج ابنه هذا الأسبوع، وغدا صباحا كان في دار الآخرة. وكم من إنسان ظن وظل يبني أحلامه كالجبال في أنه سيفعل ويفعل، وهو في المساء سيدرج في الأكفان وسينادى باسم الأموات. فينا وليدي فيه؟ فزيارة المقابر تذكرك بمسألة تسمى الموت. يا الله، حقيقة الحقائق، حقيقة الحقائق. السؤال وأنت بين يدي إخوانك الذين سبقوك تقول: هل الموت التي أخذت هؤلاء أعلمتهم؟ كان شي واحد اللي جالو شي تيليجرام قال له غدا إن شاء الله ترحل، هل أعلمتهم؟ واحد كان اللي كانت عنده الأمل عريضة باش يعيش مثلا شي 70 عام أخرى، راه يدير مشروع نتاع 70 عام وهارب. واش علماتو؟ علماتو ما علماتو. هل الموت تستأذن أحدا؟ هل ملك الموت الذي وكل بقبض الأرواح من قبل الملك مالك الملك سبحانه، هل يستأذن أحدا؟ هل يحول بينه وبين من يريد أن يأخذ، هل تحول بينه باب أو بواب أو حاجز؟ فرق هذا، فرق هذا يا الناموسة، يا اللي راك تعدى، يا اللي راك تظلم، يا الجبار يا الكذاب، يا آكل أموال اليتامى، يا اللي خرجت المرأة من تولوج وما داتش حتى البوبيان تاع الوليد ديال 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 راجلها اللي مات، قلعتيها لها كي تصلي معانا في الكوثر، ماذا ستقولين وانت اللي تصلي هنا؟ ماذا ستقولون؟ ما يا الظالم، ماذا تقول يا رب؟ ماذا ستقول؟ إذن فالموت لا يستأذن أحدا، ولذلك فالسؤال المطروح دائما وتطرحه دائما إذا زرت القبر: ترى متى دوري ومتى أرحل؟ هذا السؤال هذا فوقاش أنا؟ راك عارف انت فوقاش تموت؟ واش عارف؟ تعرف اللي غادي تموت ولا ما تعرف؟ ايوا ما نعرفش. كاين شي واحد يقول له نسيت، يقول له تنساك الموت. زعما الموت تنسى؟ قلت واش مو ينساش؟ شو التعبير تاع بنادم؟ شوف شو التعبير تاع بنادم اللي مربج، بنادم اللي بغى يعيش واخا عايش في الذباله في البطانه، كيما قالوا ذوك الناس الغيوان ولا جلجيله ولا ما عايش في الذباله في البطانه واخا عايش في الذل. ها سيدي تموت؟ نموت يا سيدي نموت. لا لا تنساك الموت يا سيدي، ما تبدل زهو بشقة، علاش تفكرونا بالموت انتوما؟ الموت الموت الموت، خليونا نهضروا. واخا سيدي ما نفكروكمش، غير هذا السؤال: واش تموت ولا ما تموت؟ لا نموت. ايوا والسلام. واخا السؤال الثاني: فوقاش غادي تموت؟ فوقاش؟ متى تموت؟ ها؟ علمه عند ربي. وشحال قال؟ الله أعلم. الإمام مالك رأى ملك الموت، قال له: يا ملك الموت، كم بقي لي في عمري؟ فأشار بأصابعه الأربعة، فقام مفزوعا: أهي 4 دقائق فاتت؟ أهي 4 ساعات فاتت؟ أهي 4 أيام؟ بقي 4 شهور؟ 4 سنوات؟ 4 قرون؟ أبوسيب. تبقى له غير 4 أيام و4 شهور و4 سنين، ما 4 قرون ما. فقام فزعا فذهب إلى من يعبر له الرؤيا، قال: إنها 4 التي اختص الله بعلمها والواردة في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة.
وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. إذن أشار بأصابع الخمسة وليست الأربعة، وهذه مفاتيح الغيب التي ذكرها الله في سورة الأنعام، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ما تدري نفس متى تموت، هذه متى تموت ما كاينش واحد اللي يعرفها، تا واحد ما يعرفها يا سيدي. والو لو كان يعرفها بنادم يخلي حتى ديك الليله ويتو، ياك سيدي ربي يغفر للعبد ويقبل منه. ما لم يغار غير يخلي حتى تبقى في السوايا ونبكي غير نشبع، ونبكي غير نشبع، ونسجد واحد السجده فيها اربع سوايع ونقول له ربي انا راني جاي لك واسمح لي هكذا بصافي، ونريحوا كاع. علاش هاد التعب؟ وعلاش هتصلي الجمعه كل جمعه وتصلي خمس صلوات في الليل وفي النهار مع الفجر وغادي جاي؟ تا واحد السيد قال واحد شافه خمسه تاع المرات تمشي للجامع، قال له ابن عمي تبان لي انت يا صغير وتمشي خمسه تاع المرات للجامع كاع ما تعياش، واش قتلت شي روح؟ حساب له غير اللي قتل الروح اللي يصلي. شو اللي عقلي يا شو مالك انت يا عاد الشباب نتاع كاع، عيش كما يعيشوا الشباب وبروفيتي مع راسك. تبان لي انت يا شاب وغادي جاي للجامع خمسه تاع المرات، واش قتلت شي روح؟ يا سبحان الله يا سبحان الله. تخيل كي داير هذه المساله نتاع هذا اللي يسميوه الاجال. الاجال بحال واحد الحبل راك تجبدو من الصباح وانت ما شايفش شحال تبقى فيه، منين تبقى تجبد واسمه هو غادي يكمل اليوم ما كملش، هو غادي يكمل كي يكون داير اللي ما يكونش عارف فين بقاش غادي يلقى الحبل يكمل، يبقى معلق دائما في السماء وينتظر نهاية هذا الشريط، شريط الحياة. ها؟ ما يشوفوش لأنه شك الحياة، علم الغيب ما يعرفش يجبد هو اليوم. ولذلك قال سيدنا رسول الله يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب، والغريب يحن إلى أرض الوطن، ونحن غرباء في الدنيا ووطننا هو الآخرة، تلك الدار الآخرة، هذه ماشي دارنا، احنا أولاد الآخرة سيدي، احنا أولاد الآخرة، احنا أولاد الباقية ماشي أولاد الفانية، احنا ماشي نتاع هاد الدار، احنا ضياف على هاد الدار، احنا ضياف نتاع ربي على هاد الدار، احنا ماشي نتاع هاد الدار سيدي، كما قال سيدي النبي العمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ إن للدنيا أبناء وللآخرة أبناء فكونوا أبناء الآخرة، فإن كل أبناء يتبعون أمهم، والدنيا تموت وأبناء الدنيا في الآخرة لا يجدون أما وأمهم الهاوية، فأمه هاوية وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وأما أبناء الآخرة ففي الآخرة يجدون أمهم فيتبعونها فتحتضنهم، سلام عليكم بما صبرتم. ولذلك كان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ولا وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. إذن متى تموت؟ الموت حق، أنت الآن متى تموت؟ الله أعلم. والدواء تاعها واسمه هو أعظم علاج تربوي في مدرسة الإسلام العظيم ليعيش الإنسان ابنا للآخرة. ايه واسمه هو المستمد من هذا السؤال متى تموت. كيسموها العبادة اللي قاعد يسموها الناس، كيسموها هي من أعظم العبادات التي ترقق القلوب وتجعل قلب الإنسان مطلع ومصوب تجاه الآخرة. كيسموها قصر الأمل، أن يعيش الإنسان قصير الأمل. قصير الأمل، ما أنا قصير الأمل يا الله. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. رسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمل خط طويل، والأجل مستطيل. والله عند السبورة يقول ها الأجل، بدأ الأجل هو هذا مستطيل، أكو شايفين؟ والأمل هو هذا
فلاش فات الأجل، أمل الإنسان يبني ويدير وزواج وزوج ولادو وزوج ولاد ولادو وزوج ولاد 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 ولادو، وتمنى لو كان يخلد. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ يحب الخلود، يحب العيش، لا يحب الموت، ما يبغيش ما يبغيش. فأمله طويل والأجل فيه، الأجل هنا أمامه، فالأجل قريب، الأجل قريب والآمال طويلة. إذن لكي ينسجم الأمل مع الأجل، واسمو الدين، إذا بغيت تعيش مسلم كما الدين، شوفوا ها الأجل، ها الأجل، الأجل هو، الأجل هو ها هذا الخط، هذا هو الأجل. الأمل فين خصو يكون؟ فين يكون؟ في النقطة بتاع الانطلاق. الأمل أقصر من الأجل، الأمل أقصر من الأجل. إذا كان الأجل هو غدا، أنا نعيش اللحظة التي فيها أنا، فالدقيقة التي تأتي لا أملكها، والتي مضت لا أملكها، ولا أملك أنا وأنتم الآن إلا هذا النفس الذي يطلع الآن، والذي أريد أن يتنعم مع الزمن. هذا هذا أنا أملك الآن هذا، ولا أملك الكلمة القادمة. إذا فأنت تعيش هذا، هذا الوقت، هذه البرهة التي تعيشها، تسمى قصر الأمل، قسوة القلوب من كثرة الذنوب، وكثرة الذنوب من طول الأمل، وطول الأمل من محبة الدنيا. لا، ومحبة الدنيا رأس كل خطيئة. شوف شوف شوف، كثرة الذنوب من قسوة القلوب، القلب القاسي المصدي، الملك انت الجوارح إذا كان فاسدا فإنه سيأمر الجوارح والجلود بالإفساد. إذن فكثرة الذنوب التي تظهر على الجوارح من مرض القلوب وقسوة القلوب، وقسوة القلوب من ماذا؟ من سوف سوف التسويف، طول الأمل، غادٍ دي، غادٍ تو، غادٍ دي الخير، غادٍ تصدق، غادٍ لئن آتاني الله لأفعلن، غادٍ، وهذه انت غادي غادي مناش من محبة هذه الدنيا، يريد أن يبقى في الدنيا. هو ما مرش حس مش متنتع إبليس، يعني يربط فعل الخيرات باش بطول العيش، وهو فعل الخيرات لا يتطلب طول العيش، يتطلب نية تاع الخير. فمن اكتسب نية الخير وحمل الخير في قلبه هو من أهل الخير، ولو لم يفعل أي شيء، فقط في قلبه، ولو لم يملك أي شيء يفعل به الخير، فهو من أرفع أصحاب أهل الخير، لأنه يحمل الخير في هذه البقعة الطيبة. إذن فلا علاقة بين الخير وبين العيش الطويل. فكم من عمر قلت آماده واتسعت إمداداته، وكم من عمر طالت آماده، عاش بزاف وقلت إمداداته، يعيش 70 عام 80 عام ويموت بحال اللي معاش، لا أثر له في الحياة. وإذا ذكر بين الناس ذكر بشطحاته وذنوبه. وكم من إنسان يعيش ردحا من الزمن قليل، لكن يحس الناس بينهم حينما يموت كأنهم فقدوا شيئا كان بالنسبة إليهم بلسما للحياة، يستشعرون فقدانا ويحسون بثقل وجوده بينهم لأثره فيهم. إذن فالفرق شاسع، فالفرق شاسع. إذن فأنت حينما تزور القبر تذكر أنك لا تعرف متى ستنتقل، فإذا أنت تعود من القبر كيفاش وأملك قصير، أي قطع لي ياس بذاك الشيء اللي راه عند صحاب الدنيا، قطعت لي ياس من الدنيا، وتطلعت إلى ما عند الله،
لأنك تعرف أن كل ما في هذه الدنيا فان. كان سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا ذهب ليقضي حاجته، دائما نحن نقول يذهب ببطء، فإذا خرج من الكنيف وقد قضى حاجته أسرع. فلما لاحظ الصحابة هذا التصرف العجيب سأله حذيفة: لاحظنا عليك حينما تذهب لقضاء الحاجة تذهب ببطء، وإذا خرجت من الكنيف أسرعت، ما السر؟ قال: لأنني حينما أكون متوجها إلى الكنيف أكون على وضوء، ما عليش إلا تمشيت بالتي لاجتني الموت يجيني واني واضي، ولكن من نقضي حاجتي خصني نمشي نجري باش نتوضأ، نخاف يلاجيني الموت بعد قضاء الحاجة وأنا على غير وضوء. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، خايف تجيه الموت ما بين الخروج نتاع المرحاض حتى اللوم. اش قال له حذيفة؟ قال له: ما أطول أملك يا أبا هر، على حسب لي غادي يقول له راك مخيل. ما أطول أملك يا أبا هر، أنا والله ما رفعت خطوة وظننت أني سأضعها على الأرض وفي نفس يتردد في الصدر. وكان علي بن أبي طالب في القتال يقول: إنني أجدد النية بين الضربة والضربة من السيف، خايف إلى نموت وتكون النية نتاعي في القتال هربت لغير الله تعالى. الله الله الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. أحد الأثرياء من بني إسرائيل، مش أثرياء، المهم قدر الله له رزقا على قدر ما يحتاج، يعطيه 12 الوسق من الطعام في العام، كل عام عنده وسق من الطعام، احنا نقولوا قنطار، اعطاه 12 قنطار، كل شهر ياكل قنطار، يعطيها له نقولوا مثلا في جوفيا، احنا عندنا الحساب تاع جوفيا تاع النصارى ما عندناش هذا تاع العرب، ولا نديروا ديال العرب، نديروا تاع محرم، شهر واحد محرم المحرم يعطيه 12 قنطار، هذا سنين هو عايش على هذا 12 قنطار يعطيها له، غير عبد سيدي ربي بس. كان بكري بني إسرائيل ربي يعطي لهم المن والسلوى، غير عبد سيدي ربي غير يكون موحد، واحد العام يجي ويبتليه ربي يعطيه غير 11 معناه غادي يعيش محرم حتى ذي الحجة وما يصيرش، هو يقدر يدير الاقتصاد كل شهر يقتصد شوية يوفر الشهر تاع 12 ما يضر شيء، هو بنادم خلق هلوعا إذا مشه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، كيعطى له 11 بقى يبكي يا ربي يا ربي، وكي ندير نعيش في ديسمبر لا درنا على مثلا عطيتني جونفي غير نوفمبر، كي ندير نعيش منك ولا نديروا الشهر على الحرم يا ربي، عطيتني من محرم حتى ودي الحجة باش غادي وراها هاد في محرم باقي له 12 شهر وراه يبكي على شهر 12 راه يبكي على شهر 12 هو ما عرفش كاع واش مو من 12 واش غادي يعيش ما يعيش واش غادي يزيد يا ربي يا ربي ويا ربي ويا ربي ويا ربي. فات عليه موسى عليه السلام: مالك يا وليدي؟ قال له: جابك ربي كي الحسنة، ياك هاد الناس هكذا يدير، جابك ربي كي الحسنة ويا كلم الله سعدي بيك، مالك قول لي اش كاين؟ كان سيدي ربي يعطيني كل عام 12 قنطار، كل قنطار ناكله في شهر، وهذا العام عطاني 11، كي غادي تكون حالتي في شهر 12؟ ويا موسى ويا موسى كلم لي ربي، واش الملك نكلمه فيك انت على 12 قنطار؟ واش الملك هالشي لمن ده؟ منين شد فيه قال لا اله الا الله واش غادي دير هذا من امتي واش؟ هذا راه تفتن مسكين ناسي، صلى ركعتي قال له سيدي ربي انت اعلم بحاجتي عبدك، كنت تعطيه 12 وضرك اعطيت له 11، راه تفتن يا سيدي ربي، قال له سيدي ربي سهل الحال نعطيه 12 ما كان حتى مشكل، خزائني ملأ، علاش راه يزكي؟
قول له نعطيك 12 ولا نعطيك حتى 220 بشرط واحد. واسم الله هذا الشرط. قال له جارتك الأرملة اللي عندها لتاب روح اذبح واحد جديد ودير الطعام ودي شوي البنان ندير على نتاع اليوم ماشي تاب شوي بنان وشوي تفاح وعشي هذوك لتاب ان شاء الله تعالى وهار الخير جاي. جا سيدنا موسى تلاقى كذب قال له ابشر قد فرجت الحمد لله 12 جاء 12 هو يفكر غير 12 قنطار 12 قال له راه ماشي غير 12 يجيب اللي بغيت غير بشر واش هو الشر؟ قال له روح دير واحد شي طعيمه لهذيك جارتك هذيك الارمله مع هذاك اللي تما هذا عنده 12 العام كامل عمره ما رقب على جارته وعنده عام والجاره ما المسلمين عندهم الملايير تعال والفلسطينيين مبلعين عليهم وباغيين سيدي ربي ما يسلطش عليهم الفتان الجاز فايت ليهون بثمن بسيط والاخرين ما صايبينش مساكين حتى سمعت الخطيب تاع فلسطين قبيله تقول قال لهم دخلت امراه الجنه في كلب سقته وبغي قال لهم اعتبرونا احنا غير كلاب اقسم بالله منين قالها الى الله دارت بيا قال اسمحوا لي غادي نقول لكم على المنبر تاع الرسول حسبونا احنا غير كلاب ياك دخلت ياك باغي الجنه في كلبي وحسبونا احنا غير وقالها مسكين قال كلاب احنا ندافعوا لكم على عرضكم وعلى ارضكم وعلى مقدساتكم. الله 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 لا اله الا الله محمد رسول الله. قال له هذاك السيد قال له سقافه سيدي نديروا لهذا فجهز طعاما ومع العشاء مشى دق عليها صبها ناس شكون هذا اللي يدق في الليل؟ قال له جابك سي محمد وعبو ندوم ندوم شكون؟ جارك شكون هذا؟ ما تعرفوش مسكين عمرو ما زارها اللي الدار تاعهم قبال الدار تاع رقم 16 قالت له واخا سيدي واخا جاري احبيبي يا جاري واسمو بغيت؟ قال لها رجلت لك شوي العشاء ها فين مات الحمار؟ انا كي تكون شي حاجه غريبه نقول فين مات الحمار؟ شي حاجه غريبه شفت لي العشاء؟ اسم العشاء شي حاجه انت وولادك ها شفت لي العشاء؟ حنا تعشينا ونعسنا لا لا الله يرحم والديك العشاء قالت له ادي عليا عشاء انا تعشيت انا والولاد مال قال لها غير قبضي عليا واخا تعشيتي هو ما راهش مبع العشاء هو مبع على القنطار 12 الا ما قبضتوش مشى القنطار 12 هو راه يضرب على قنطار وماشي على وشكون فكر فيها العشاء غير قبضي قالت له الله يرحم لك الوالدين حنا تعشينا روح خليني الناس راك تنوض لي ولادي زعما انت جار الجار ما 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 يهددش جيرانه مالك مالك قال لها الله يخليك وأدي حتى الغدا الصباح وكلوه قالت له قال لي وكلنا في الليل راه حي وثانيا انا نقول لك يا هذا جاري العزيز عمرني لا درت راسي على الوسادة وظننت انني سأجد نفسي في الصباح في عداد الاحياء انا ما وضعت راسي على وسادتي إلا وأنا لا أظن أنا في يد الله ما عرفتش نعيش ولا ما إلا عشت الرزاق باقي اللي وكل لي العشية وكل لي مع الصباح وإلا مت ما عندي ما ندير به أنا ما عندي ما ندير به لا حيت ولا مت إلا مت ما عندي ما ندير به وإلا حيت اللي رزقني في الليل راح حي ولو كان ماشي هو اللي دفعك باش تجيب هاد الطبس يا عمى الله يخليك بقى خايف الله يخليك قبضي عليا وعلى قنطار قالت له سيد الله ما راني قبضوا عليك لا اليوم ولا غدا قد عرفتك أكالة والرزاق حي وبلعت الباب ومشيت
الاخر يمشي يشوف ذاك الطعام بقى يضرب الحساب. يا نبو هاليه، امراه ارمله عندها يتامى ما عندهاش الراجل اللي يخدم عليها، عمرني ما سجدتها، ما عندهاش عشا ليله، ومن اللي جبتها وصلتها تعشات ما عرفت الله اعلم باش تعشات، وقلت لها قبضيها للصباح، قالت لي انا يا الصباح الرزاق حي انا راني نبكي على القنطار تاع دي الزنبر تاع شهر 12 وانا ريف شهر واحد، ما اقسى هذا القلب وما اقل يقينه في ربه، والله لن تكون هذه افضل مني عند ربي في يقيني بما عند الله. خرج 11 قنطار بحر فتصدق بهم الى الفقراء، وخرج في اليوم الموالي متوكلا على الله كالطير. ها ربي اعطاه الغنى الذي لا ينفد، القناعه هي كنز لا يفنى، فاغناه الله لان الغنى ليس عن كثره العرض ولكن الغنى غنى النفس، غنى النفس. صاحبي صلي معايا هنا، مشى هذا العام العمره، مشى هذا العام الحج، مشى جاب له الله كل شيء من جهه اخرى، هو ما خلص تدوره، هو لبس عليه هذوك الفليسات اللي اداهم معاه، بقى يسال يا ربي اختر لي ليهم افضل واحد اللي محتاجهم في هالبلاد نعطيهم له. وبينما هو إذا به يلتقي بإخواننا الفلسطينيين من غزة المحاصرة، قال فأخرجت، هاكيرك ولاباس كده في غزة كده من غزة، قال فأخرجت المال هكذا كامل هكذا ذيك الرزمة، فعرضت أنا قلت لهم أنتم أحق بهذا المال، قالوا قبل فلوسك قبل فلوسك، قالوا يا أخي نحن نحبك في الله وأنتم ها، قالوا قبل فلوسك، قالوا والله حتى تقبضوه، قالوا نقسم بالله لن ناخذ فلسا لا عليك ولا على شي واحد اخر. قال لك انا حلفت في بيت الله وما حلفوا في بيت الله، وانا السبب علاش انا نحلف. قالوا لهم نقبضوا عليك، ما نقبضوا حتى على واحد، نسال الله، نحن لا نسال احدا، نحن لا نسأل، نحن لا نتوسل إلى أحد، نتوسل إلى الله. احنا غنانا الله تبارك وتعالى، قطعنا لياس بن بنادم، قطعنا لياس. شوف ذيك الصورة من الصورة بتاعنا احنا كده، شوف الفرق. قال لي أقسم بالله لن أنسى هذا الدرس في حي، فكأنما غرز خنجرا في قلبي، فرددت المال إلى جيبي ويدي ترتجف، ولأول مرة يحس مؤمن بالإهانة أمام مؤمن لا يملك شيئا ويحتقر نفسه. انظر إلى هذه النماذج، إلى هذه النماذج. إذن فالإنسان يتعلم بزيارة القبور أن يكون أمله قصيرا، وإذا كان يعلم أن الأجل قريب والأمل قصير فإن الخطوة التي تلاها مباشرة وهي استعداد للرحيل. تشد زر القبر تقول أنا راني إن شاء الله أنا راني غادي يلغوا عليا، تكون مستعد. واسمه مستعد؟ داك اللي يكون غادي مسافر غدا ليه واش يكون داير؟ موجد الباسبور والكوارت كاملين مع تاع الطياره دايره في واحد الجهه والباليزه دايره واحد الجهه، وراه في 3 ايام ولا 4 ايام راه كاع وصى اولادي انت خصكم تهلا في قرايتكم، وانت راه فلان راه يسلي قدا فيوصي. فالمستعد للرحيل يوصي، دائما يوصي. اي وصي، كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه، الوصية هذه السنة الواجبة التي تركها الناس. يوصي يا أخويا المسلم في الحقيقة إذا كان موقظ ينبغي أن لا يبيت ليلة إلا والوصية تحت وسادته مكتوبة
فيها فلان يسلي فلان يسلي والأمانة نتاع فلان باش إلا مات يحمل أمانة تأدية الأمانات إلى عقبه حتى لا يحاسب عليها إذا لقي الله. هذو كتوب ديتهم، هذو أشرطة ديتهم، هذو كريديات نسألهم، هذو كريديات يسألهم لي، هذه أمانات نتاع الناس. يا ابن عمي في الرقادي، يا ابن عمي واحد النهار دخل للدار نتاعك وحل الماريو وحل المكتبة وحل الصورة وجيب ستيلو وجلس معك ولادك ودير هذه نتاع فلان وهذه نتاع فلان وهذه نتاع فلان وهذه خص تولي، وانا ما حد ان شاء الله تبارك وتعالى راني هنايا راني غادي نحاول، لان راك مسافر اسي ومني غادي تروح واش غادي يقول له ربي ردني انا نمشي نرد الناس الامانه تاعهم. تعرفوا من الامانه؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم الامانه اللي كان محمد يديها يصورها الله في عمق جهنم في قعر جهنم، يقول له روح جيبها، فينزل 70 خريفا في الماء فيصل إلى قعر جهنم فيأخذه ويصعد بها 70 خريفا حتى إذا دنا من وصول الفوق تسقط منه لكي تعود إلى القعر من جديد. فهو ذهابا وجيئة في جهنم يحاول أن يخرج الأمانة، وما هو بمخرجها؟ هو كان معمد باش يأكلها، يأكل السيد في الكرة نتاعو اللي كرى عليه الدار، يقول له روح لأمك شكي ما تقصرش روح، يقول له هكذا روح، يقول له واخا سيدي ما نمشيش أنا عند المحكمة، والله عندها ما نمشي أنا وياك في المحكمة اللي صافي. واحد الشيباني مسكين كان سلم واحد الشيفري سلم واحد ايوا كان ذاك الاخر دائما يقول له غادي نرد لك غادي نرد لك غادي نرد لك، ايوا غيكذب عليه. ايوا تلاقاو في ذيك القهوه نتاع واحد القهوه يقولها المولوديه، ما تلاقى تما تلاقى في الماء قبضوا، قال له خلصني الله يرحم والديك راك دائما تقول لي نخلصك وكذا. قال صاحبي هبلتنا انت بهذه 4 فرنك، هاك شو كيف هبلتنا انت بهذه 4 فرنك تقول غير انت اللي سلفت روح تشكي الله يرحم والديك. قال له نشكي نشكي ياه نشكي لك انا عند هذو ياه، لا انا ما نشكيش عند هذو، لا كان عنده واحد تسبيح معلقوا هنا دوك الناس الكبار فيهم وجبدوا هاك طاق وتزلعوا دوك الحبات نشكي بك انا هذو، لا وضرب ديك التسبيحه الى هذا اللي راني نسبح له مع الصباح والعشيه ما جابنيش حقي انا ما عندي ما ندير هذو طاق وضرب خلى صافي. ثلاث ايام فاتت كل شيء شعل هو وولاده كل شيء مثلا، قالوا انا ظل انا نطول انا مع هذو الجلسه الاولى والجلسه الثانيه والمحاضره والزميطه ما لي انا هذا ما لي انا مع البشر ما يحكم لك حتى ياكلك انا الله عندهم لا مشي انا نتكلم معك بلاتي وانت تقول لي ايش بذيك التسبيحه هكذا وذيك اللحيه بيضاء وبقى يرجف لا مشينا عند هذا مشينا عند هذا مشينا عند هذا صف السيد تما يبس كاش عاد الزعق استعيد استعيد راك عارف اللي القبر غادي تمشي له واستعيد استعيد. إذن فالمقصد الثاني هو أن يذكر الإنسان الموت، فهي أجل، الأجل قريب، ومن علم ذلك يقينا اش يدير؟ استعد. شنو المقصد؟ استعد استعد باش تمشي تسكن دارك، هذيك هي الدار، استعد باش تمشي تسكن وعدلها زوقها دير لها دخل لها الماء دخل لها الضوء كما يقولوا، دير لها الموزايك نتاع الطليان ودير لها الزليج نتاع تايوان ودير لها منين جبتو هذو منين جبتو منين جبتو ايه قران ذكر عمل صالح قضاء حوائج الناس الدعوه الى الله الصدق مع الله البكاء بين يدي الله استدرار رحمه الله حمل هم هذه الامه. ها
الضوء الماء. سنعود للحديث إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء، لنستمر في الحديث عن مقاصد زيارة القبر التي هي سنة مستحبة. الله يجيب شرحه.